ما اعتقدش ان انا هلجأ لموضوع تأجير الارحام. ازيكم عاملين ايه؟ انا احب احييكم كلكم جمهور واضح واقول لكم كل سنة وانتم طيبين. لا انا صلة رحم ما قلقنيش خالص، وما كنتش قلقانه ان هو حاجه مثيره للجدل. بالعكس، هي كانت حاجه الناس هيبقى عندها فضول ان هي تعرف عنها، ان هي تتفرج على الشخصيات دي في القصه دي لما بيقرروا يمشوا ضد القدر وضد القانون وضد الدين بيحصل لهم ايه. يمكن مش علشان يتعلموا درس، ولكن عشان يعيشوا الحاله كلها. ويمكن يمكن حتى الواحد قبل ما يتفرج بيبقى حاطط في دماغه افكار معينه، ويبقى فاكر ان هو مكون راي. مش بقول ان هو هيغير رايه، بس بالعكس المسلسل بالاحداث اللي بتحصل فيه يمكن هتبين ابعاد كمان اغنى من اللي احنا كنا متخيلينها. يعني حتى انا كيسرى ما فكرتش لثانيه، طب هي الام البديله دي لما الطفل يتحرك جواها حالتها النفسيه بعدها هيبقى عامله ازاي. في حاجات احنا واحنا شغالين اصلا ابتدينا الابعاد احنا نشوفها كممثلين، فكنت متخيلة ان الناس هيبقى عندها فضول ان هي تشوف ده. انا بصراحة مش عارفة لو عشت الموقف ده في الحقيقة هل هعمل الدكتورة اللي عملته ولا لأ، لانه ما اقدرش احكم غير لما اتحط في الموقف. ولكن ما اعتقدش ان انا هلجأ لموضوع تأجير الأرحام. يعني أفضل إن أنا مثلا ألجأ للكفالة، لأنه في أطفال كتير محتاجين رعاية. من ناحية هبقى عايزة اللي هو ليه أجيب طفل تاني في العالم وفي أطفال كتير محتاجة رعاية، وفي نفس الوقت متفهمة تماما إنه في بعض الناس ما عندهاش القدرة إن هي ممكن ترتبط بطفل غير لو هو جزء منهم أو حتة منهم. وهو ده اللي كان حسام عايزه، وما كانش عايز يتبنى طفل، هو كان عايز طفل يكون بتاعه هو وليلى. وهنا كانت المشكلة في المسلسل. صعب. هو بصراحة التصوير كان صعب، كان عدد الساعات طويلة جدا. طبعا احنا كنا كلنا في بلد تانية مش في بلدنا، فبنرجعش بيتنا في اخر اليوم برضو. معظم الشغل كان ليل، بس موضوع شغل الليل ده يمكن ساعد في ان احنا كل الشخصيات تحت ضغط فظيع وكده. فانا بصراحة ساعدني في ان انا يبقى شكلي تعبان وتحت عيني ازرق وكده، لان ده ما كانش ميك اب. واحيانا كتير كنت بسهر قصد وما نمش كويس علشان كنت ابقى محتاجة يبقى شكلي تعبان بشكل طبيعي مش بميك اب في المشاهد اللي بعدها. وفي مشاهد تانية اللي فيها مشاعر قوية او مشاعر متضاربة برضو ما كانتش سهلة. مشاهد المواجهات مع حسام ما كانش سهلة. مشهدي مع حنان لما أول مرة بقابلها وبحط إيدي على بطنها وبحس بالبيبي، ودي اللحظة المحورية عندي اللي بغير فيها كل القرارات الكبيرة اللي أنا كنت واخداها. في مشاهد كتير أنا بالنسبة لي ما فيش مشهد سهل ومشهد عابر كده. ميرسي، الله يبارك فيك.